واليوم الأربعاء 28 آب أغسطس 2024. بداية معك عزيزي مولود القوس، ولكن بوعدك أو معنى الفلك بيوعدك أنه مساء أمورك رح تكون أفضل بكتير، يعني لسه الأجواء بتحمل بعض التشنجات رغم أنه اليوم أفضل من اليومين اللي مروا، إلا أنه لسه في عندك بعض الأمور المعلقة بتمنى أنه كتير تدرسها قبل ما تتخذ أي قرار. عزيزي مولود العذراء، يعني رغم أنه لسه في شوية توتر يعني حامله معك من مبارح، إلا أنه رح تبلش تتوجه باتجاه مختلف تماماً، حتروح هلأ لترتيبات جديدة بحياتك ممكن متعلقة بوضع مهني عم بتفكر فيه، أو ربما بوضع مالي يمكن، أو ربما ممكن كتير حابب ترفه عن نفسك فترة المساء فتتصل بصديق تحب أنك تقابله أو تتلقى دعوة تلبيها وأنت مبسوط. عزيزي مولود الحوت، رغم كل متاعب اليومين اللي راحوا، إلا أنه مساء الأمور رح تاخد منحة كتير أفضل، واليومين اللي جايين بالتأكيد يعني شوي بتهدأ الأحوال، بتروح باتجاه مصالحات، بتقدر تتفهم أكتر وجهات النظر الثانية، ما بيكون عندك هي الحساسية المفرطة يلي عم تعمل شوية سوء تفاهمات بينك وبين الآخرين. يعني انتظرنا بس لفترة المساء لأنه رح تكون مليئة بالإيجابية والأوقات الحلوة. هلأ اليوم أكيد أفضل من يومين مروا عزيزي مولود السرطان، وكأنك بمرحلة انتقالية من طاقة لأخرى، يعني طاقتك بفترة النهار يمكن ما تكون على خير ما يرام، ولكن كل ما تقدم هذا النهار كل ما حتحس إنه هيك في أبواب عم تفتح أمامك، أو أنت تفكيرك عم يطلع من دائرة ضيقة أو من مساحة صغيرة ويروح باتجاهات أكثر انفتاح وأكثر توسع. إضافة إنه مساءً يمكن الطاقة تتغير للأفضل ويمكن تسمع بخبر حلو. عزيزي مولود الجدي، النصيحة الصباحية لإلك، إذا عندك أشياء مهمة حاول إنك تنهيها، لا تترك أمورك للمساء ولا لليومين القادمين، يعني لا تقول إنه بكرة بعمل هالشغلة أو بكرة بعمل هالمقابلة أو بكرة بعمل هالاتفاق، لا، حاول تنهي فترة النهار الأمور الضرورية، لأنه المرحلة المسائية رح تتغير الطاقات ورح تدخل بطاقة ممكن تحمل بعض التسويف أو بعض المماطل. عزيزي مولود الثور، رغم الضغوط المالية اللي عانيت منها باليومين السابقين، إلا أنه اليوم الأجواء شوي بتختلف، وخاصة اعتباراً من فترة بعد الظهر، لأنه رح تتغير الاهتمامات ورح تكون رايحة باتجاه عائلي أو أسري أكثر، يمكن تنشط بزيارة أو تستقبل حدا ببيتك أو يكون عندك جلسة حلوة، يعني أمور عائلية أو ربما لم شمل للعائلة بهذا اليوم. عزيزي مولود العقرب، يعني طول النهار أوضاعك حلوة، إذا بدي أقول لك الصبح حلو، إذا بدي أقول لك المساء الحظوظ أروع وأحلى، فما تقلق نهائيا، بالعكس الأخبار اليوم كتير منشطة، ممكن فرص جيدة، ممكن في حماس لأنك تباشر بجديد، ممكن عم تعمل ترتيبات مالية، ممكن عم بتنظم بعض شؤون حياتك اليومية، يعني الأمور عم تاخد منحة كتير إيجابي اليوم واليومين يلي جايين. عزيزي مولود الحمل، هلأ فترة النهار رح تكون أفضل من فترة المساء، لأنه يمكن مساء يستدعيك الواجب، والواجب الأسري أو العائلي تحديداً، فإما بمسؤولية، إما بوضع طارئ، إما بظرف بخص أحد الأولاد، ففترة النهار لسه ما زلت عم تتمتع بكثير من الحماس وكثير من الحيوية، فانهي أمورك فعلاً، لأنه بالنهار يمكن الفلك يدعمك على تحقيق بعض الأهداف. عزيزي مولود الأسد، بعد يعني ازدحام اليومين السابقين والمشاريع يمكن والصداقات يلي كانت عم بتلون حياتك وتسعدك، والأوقات المشتركة بينك وبين المحيط، فبتصور فترة المساء رح تريح شوي، يعني أنا بشوف فترة المساء اعتبرها فترة للراحة، للاسترخاء، لا ترك الأمور تمشي على سجيتها، بس اهتم شوي بأمورك الصحية خاصة باليومين يلي جايين. عزيزي مولود الميزان، يوم حلو، يوم طاقته كتير جيدة عليك، ما زالت الأجواء داعمة الحقيقة ومساعدة. هلأ إذا عندك أمور العلاقة بسفر، موضوع العلاقة بأوراق،
يعني ممكن إنه لو تعبت فيها شوي بس تقدر أكيد تنجزها خيارات دراسية أو تعليمية لدى البعض قضايا قانونية، مواضيع أرثية. هاي الأمور كتير بتشغلك بهذا الوقت، أو ربما بعض الحقوق لإلك، يعني في شيء قانوني ممكن يكون عم بيتحرك بهذا الوقت. عموماً فترة المساء رح تكون أقل وهج من فترة النهار، لهيك أنا ما بنصحك إذا عندك شيء يعني بيهمك كتير إنك تخلصه وتنجزه، فحاول إنه بفترة النهار. مساءً الأجواء رح تكتسب شوي هيك طابع بيحمل بعض التوتر أو يمكن بعض الضيق. عزيزي مولود الدلو، يمكن اليوم مشاغلك تكون كتيرة، وإنت عارفان إنه اعتباراً من فترة المساء رح تتكاتر أو حتتراكم عليك المسؤوليات والواجبات. بتمنى إنه تكون منظم أمورك بشكل جيد، بتمنى إنه تكون مهتم براحتك وصحتك لحتى تقدر تحمل هالأعباء يلي عم تخلق. هلأ ممكن تكون أعباء اجتماعية، ممكن تكون أعباء مهنية، مسؤوليات، ممكن ظرف صحي تعيشه بهذا اليوم، إلا أنه يعني شوية ترتيب بيمشي الحال. عزيزي مولود الجوزاء، يعني ما بتمنى منك تكون طائش وعشوائي أو ارتجالي بأمورك المالية. يعني أحياناً منكون نحن مدفوعين بطاقة حلوة فمنصرف، بعدين منقول ليش نحن تصرفنا هيك بالمصاري بسرعة بدون ما نفكر. يعني رغم هيك أنا بقول مواليد الجوزاء ممكن كتير يكون في عندهم بالفترة القادمة أرباح ومكاسب، خاصة أنه الزهرة هلأ رح تدخل لبرج الميزان رح تعمل لك مكاسب مالية بالتأكيد، ولكن لسه المريخ قاعد عندك للشهر القادم، هو اللي عم يعمل لك يمكن قرارات خاطئة، فبدك تنتبه شوي للأمور المالية، لمصاريفك ولقراراتك.